أخبار اليوم. في شكوك بدأت تظهر إن شخصية سليم هي اللي وراء الأحداث، خصوصاً إن مساحة دورك السنة دي كبيرة. عايزين نعرف الشكوك دي، مش هنقول حقيقية ولا مش حقيقية، بس عايزين نعرف الشكوك دي مودية لفين. الشكوك دي يعني ده من الحاجات بقى تخليك اقول لك ان شوقي المجري ده مش سهل. يعني هو نفسه قال لك انا ما عنديش مشكله حتى لو الناس عرفت مين اللي عمل الجريمه دي في اول مشهد اساسا، لان المسلسل مش بوليسي. ولو قلت ان انا اللي قاتل، اقول لك التوقعات اللي في الشارع، يا انا اللي قاتل، يا امها اللي قاتله، يا نيل اللي قاتله. في ناس حتى اتهموا الطفل احمد داش اللي هو بيعمل دور ادم ان هو ممكن يكون قتل. يعني الحاجات دي لو اي حد من دول القاتل وتعرف من اول حلقتين الناس هتستمر، لان المسلسل مش بوليسي، هو عباره عن علاقات الناس دي. الناس دول اتحطوا في الموقف ده، انت هتفضل لحد اخر المسلسل عايز تعرف هم اتقتلوا ليه، مش مين اللي قتل. خلي بالك السؤال هنا في المسلسل اتقتلوا ليه، رغم ان في جزء في مستشفى الامراض العقليه والعصبيه وفي جزء بره، بس في مرضى جوه وفي مرضى بره. ده المسلسل هنا ان في مرضى بره ومرضى جوه. يعني ممكن اللي قاعد قدامك ده يطلع اصلا مريض اساسا وعامل فيها ممثل. يعني انت يعني احنا عايزين نقول للناس ان انت ممكن تبقى قاعد في المكتب اللي جنبك، ممكن يكون مديرك نفسه مريض، وطب روح البيت مع عفرتك ومجننك الصبح وجاي وبتاع وبيعمل معاك كده ليه، مجنون. بس ما تعالجش، محدش هيكتشف مرضه. وفي امراض بقى الناس بتكتشف، الدكتور عادي يكتشفها وهيئته لازم تروح المستشفى. ده جزء من اللي موجود في حكايه الجريمه. فكره ان انا ورا الاحداث، انا اقدر اقول لك ان انا ورا الاحداث، يعني ده اللي باين في المسلسل انك ورا الاحداث. لكن التوقعات دي هتفضل لحد اخر يوم. ما انا معنى حسب يعني ما انا شايف في المسلسل احنا كلها كام حلقه والناس هتعرف. يعني مش هنستنى للاخر، هنحدد الحكايه في مين. من كلام تبعتك للدراما السنه دي، ايه الدور اللي نفسك تقدمه؟ سواء اتعرض السنه دي او اتعرض السنين اللي فاتت، او انت نفسك تقدمه كاحمد؟ مفيش حاجه معينه على فكره، بس انا عايز كل سنه يجي لي حاجه غير الثانيه ويكون فيها حاجه تعرف تعمل فيها مفاجاه، حاجه تعرف تعمل فيها. بص، من طموحاتي دايما انا افضل طول عمري ممثل طازج، ممثل بتشوفني دايما لاول مره. عشان كده لاني مش موجود، مش بعمل اعمال كتير. انا مش عايز ابقى مرمي قدامك كتير يعني على الشاشه وكده، مش ترفعا او تعاليا على المشاهد، ولكن احتراما لشغلتي انا كممثل. التمثيل له مقوماته. يعني انا لو كنت بفكر ان انا اقعد اجمع في فلوس ما كنتش مثلت. عندي مليون حته تانية اعرف اجيب منها فلوس اكتر من التمثيل. لكن انت فكر انك هتستمتع بالشيء اللي انت بتقدمه، هو ده بالنسبه لنا الفيصل في اي عمل بعمله. برضه ما عرفناش ايه الدور ما فيش ما اي دور اي دور. انا عايز اعمل كل الكاركترات اللي موجوده في الدنيا. نفسي اعمل كل الكاركترات. والمرحله الجايه عايز اتجه للشعبي، مش الشعبي اللي هو ما بيعرفش يتكلم ويقرا وبتاع، لا، الشعبي اللي هو ممكن يبقى دكتور في حي شعبي. ما من حي الشعبي طالع منها دكاتره مهندسين وطيارين عباقره ومخترعين والجو ده. انا طالع من انا شعبي الى حد ما، انا ابن الريف ومن الحي الشعبي، رغم ان انا من مكان اجتماعي يبدو ان هو ارستقراط، ولكن انا متربي تربيه شعبيه، متربي في وسط، انا متربي مولود في قريه وتربيت في المدينه بحكم المنصب والدي العائلي يعني، بس مش اكتر.